هل اللي انت بتعمله بالرياكت كرياكت هو هو اللي انت بتعمله بالانجلر؟ لا طبعا. في ناس بتقول لك انا اخترت انجلر بس بقالي شهر او اتنين مش لاقي شغل فاروح رياكت اوكي والعكس، اوكي فهل ده منطقي؟ ده سؤال مفاجئ جدا فعلا. هل في حاجه معينه لو اخدتها يبقى انا كده الكريدت بتاعتي في السوق احسن وانا بقدم؟ احنا اول خلينا نتفق حاجه، انت برضو محتاج تاخد الباكج بتاع الفريم ورك على بعضها. ايه المينيمم ريكويرمنتس اللي انا محتاج اتعلمها عشان اشتغل، وايه الحاجات اللي انا لو زودتها هتديني فرص اكتر ان انا اشتغل؟ طب انا عايز اكمل، عايز فرص تزيد، عايز اتميز اكتر، اول حاجه طبعا اتعلم يونت تيستنج. انا بقالي فتره بكتب فرونت اند، بس ازاي اكتسب خبرات جديده؟ هل يبقى في مرحله معينه لازم ابتدي اقرا فيها كتب في الفرونت اند، ولا لازم كل حاجه توتوريالز بس؟ بس قراءة الكتب هتديكي ساينس وهتديكي كونسبتس اكتر ما هتديكي حاجات براكتيكال، اكتر حاجه تديكي اكسبيرينس في الكود ان انت تشوفي كود ناس تاني. هل ان انا كفرونت اند بقى والدنيا تمام معايا زي الفل ابتدي افكر ان انا ابقى فول ستاك، ولا طالما الدنيا زي الفل في الفرونت اند باخدش فول ستاك؟ هو ده سؤال مهم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. اهلا بيكم في جود زيتا. زي ما احنا عارفين ان جود زيتا هي عباره عن يوتيوب تشانل بنتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالويب وخصوصا الجافا سكريبت. النهارده جايين بحاجه جديده خالص، جايين نعمل مع بعض بودكاست. بودكاست اسمه ايه؟ ضد البصبجه في مجال البرمجه، مع باشمهندس احمد مهندسي. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ اهلا بيك معانا. اهلا بيك. طبعا احنا عقبال ما دورنا على حد كده ينفع يبتدي معايا اول حلقه معايا، فما لقيتش احسن من حضرتك. شرف ليا. ده شرف ليا والله يا والله باشمهندس. شرف ليا. حابين بقى نسمع من حضرتك، يعني باشمهندس احمد انت علامه من علامات مجال الويب، فاحكي لنا بقى كده الموضوع بدا معاك ازاي؟ بدا معايا زي من الاول ك كاحمد بهنسي بقى. كاحمد بهنسي. طيب انا اصلا كنت في حاسبات ومعلومات جامعه القاهره. في الوقت دوت كان في حاجه اسمها الجمعيه المصريه لمهندسي البرمجيات، دي كانت جمعيه غير هادفه للربح. كان الجمعيه دي معموله علشان تبقى نواه بعد كده لنقابه مهندسين البرمجيات، نقابه لوحديهم يعني مهندسين البرمجيات. ابتديت في الجمعيه دي كنت لسه في سنه اولى، بداوا يعلمونا ويب، كنا في الاول بنتعلم اتش تي ام ال وسي اس اس بي اتش بي ومايسيكول وهكذا. الجمعيه دي كان من ضمن انشطتها انها كانت بتعمل كورسز، كانت كورسز فور فري للطلبه في كليه حاسبات ومعلومات في الوقت دوت. فبدات اشتغل في البدايه كده اسيستنت مع المحاضرين في الجمعيه ديت، ودي تقريبا كانت بدايتي الفعليه للويب يعني. في نفس ذات الوقت برضو كان في طلبه من افريقيا بيجوا عندنا الكليه بيدرسوا معانا. الطلبه دي كانوا بيجيبوا لنا شغل من الدول بتاعتهم، خاصه مالي يعني، وكانوا بيجيبوا لنا شغل وكنا بنشتغل معاهم از فريلانسنج، بنعمل لهم بروجكتس، هم بيجيبوا لنا الكلاينتس من بره بالبروجكتس واحنا بنعملها لهم، هم بيبقوا زي حلقه الوصل بيننا وبينهم يعني. ودي كانت بدايه شغلي الفعلي يعني، كنت برضو انا في الكليه. بعد كده تقريبا وانا في سنه ثالثه اشتغلت في شركه سوفت وير، كنت شغال بي اتش بي وماي سيكول، وكملت الشركه في الشركه دي واشتغلت في شركه ثانيه وانا في سنه رابعه بالتوازي مع الكليه، وكان كل ده برضو بالتوازي مع الجمعيه. كنت بدات بقى خلاص ما بقاش اسيستنت، كنت بدات ايه ابقى انستراكتور يعني في الجمعيه وابدا اشرح يعني. ما شاء الله، يعني الموضوع من الاول يعني انت دخلت فيه كحاجه تطوعيه، وبعد كده بقى المجال بتاع حضرتك انك تكمل في حاجه زي انستراكتور. بالظبط. انا طول عمري ما كنتش متخيل ابدا ان انا في يوم من الايام ممكن ابقى انستراكتور او ان انا اشرح او حاجه زي كلنا هذا الشخص يا باشمهندس. بس هو الموضوع ابتدى معايا بالصدفه البحته زي ما قلت لك. حتى انا يعني ما كنتش متخيل ان هم في الجمعيه واثقين ان انا ممكن ابدا اشرح معاهم او حاجه زي كده. بس وفضل الله بقى مع الوقت ومع الشغل ومع الخبره فكرنا ان احنا يبقى عندنا بقى الاكاديمي بتاعتنا، ففتحنا روت. ابتدينا الاول روت بشكل بسيط قوي. انا اعرف ان روت من 2012 او روت صح كده 2012 بالظبط كده. طيب حلو ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. حاليا الناس كتير جدا بدات تتجه للبرمجه، وناس كتير جدا بدات تقول لا احنا المجال بتاعي الاولاني اللي انا هبدا فيه هو البرمجه. طيب هل بيبقى في ريكويرمنتس معينه بيبقى لازم تبقى موجوده عندنا عشان ادخل في مجال البرمجه؟ قصدك ان ممكن في شخص يتعلم برمجه وممكن شخص تاني لا؟ بالظبط. بصي احنا في روت اهو بفضل الله تقريبا خرجنا لحد دلوقتي اكتر من 30,000 طالب. 30,000 طالب دول مختلفين يعني في كل حاجه، مختلفين في قدراتهم، مختلفين في اجتماعياتهم، مختلفين في ثقافاتهم، مختلفين في اي حاجه. والعامل المشترك الوحيد اللي شفته ما بين كل الطلبه ديت في مين فيهم هينجح ومين لا هي المثابره والاستمراريه. فانا شايف ان بغض النظر عن قدراتك او حالتك بشكل عام، طول ما انت هتستمر وطول ما انت هتكمل يعني هتكمل في اللي انت بتعمله فانت مليون مية هتوصل. موضوع مكتسب يعني، مش حاجه ان انا لازم اكون مولود بيها ان انا بكتب كود. لا لا مفيش خالص. لا طيب. لا حلو. طيب احنا دايما بنقول الوصول للقمه سهل لكن البقاء مستحيل او صعب.
ما شاء الله روت بقالها فترة هي متربعة على عرش الكورسز في مصر عموما. ايه اللي مخلي روت واصلة للمكانة دي ومستمرة؟ بصي، الحقيقة هي حاجات كتير قوي مع بعض، يعني هي مش حاجة واحدة. أول حاجة إحنا حاولنا على قد ما نقدر إن كل الناس اللي تكون موجودة معانا في روت، كل زمايلنا اللي في روت، يكونوا بينهم عامل مشترك واحد، إن يكون الهدف الأساسي ليهم إن هم فعلا عايزين يفيدوا الناس دي، وعايزين فعلا يدوا كونتنت بفاليو كويسة تقدر الناس ديت بعد الكونتنت ده تبقى كواليفايد انف إنها تشتغل. عايز أقول لك حاجة، إحنا لما جينا ابتدينا روت كان في مشكلة في المجال بتاع الكورسز، إن هو الفيدباك بتاعه وحش. الناس كانت متخيله ان مركز كورسات ده يعني حد يضحك عليا فلوس بس. وفلوس بس وبتاع وكونتنت اي كلام وكده. حتى كان في جمله مشهوره دايما، مفيش كورس هيخليك تشتغل. فاحنا بدأنا نفكر، لا يا عم، احنا نعمل كورس يخليك بالظبط تشتغل. صح. ايه المشكله؟ ايه الريكويرمنت بتاع الشغل؟ 1 2 3 4. طب يلا، الريكويرمنت ديت هنحطها في كونتنت بشكل معين، وهنجيب حد كواليفايد انف او مؤهل ان هو يشرح الريكويرمنت ديت. وكمان بعد ما تخلص هنبدا نجيب لك شركات تعمل لك انترفيوز، او احنا نعمل لك ريكومنديشن في الشركات ديت علشان تشغلك. ف ايه اللي عشان ميز روت كده اول؟ يعني الفكره كمان معظم الكومنتس اللي بتيجي روت فاميلي، يعني بالظبط انت ماشي على كونسيبت روت فاميلي. بالظبط. برضو احنا عندنا شويه حاجه مختلفه في روت، ان كل الناس اللي شغاله في روت في الجزء التكنيكال او بنسبه 95% منهم هم اوريدي كانوا طلبه في روت. ما دي حقيقة. فاحنا يعني عشان تشتغل انستراكتور في روت، انت الاول كنت لازم تبقى طالب في روت وخدت الكونتنت بتاع روت، وبعد كده بدات عشت تبقى الحياة من منتور، الأول في روت. عشت بالظبط. بالظبط. فهو انت متربي في روت وبادئ في روت ومتعلم من روت واشتغلت بعد كده بعد ما خلصت في روت. فعلشان كده تلاقي الناس كلها شبه بعض، والناس كلها عندها بيز واحد بتشتغل بيه يعني. بس ما شاء الله. طيب ما شاء الله في روت تراكس مختلفة، وتراكس مختلفة ما شاء الله كلهم على نفس المستوى إلى حد ما. إزاي بتقدر تخلي كل التراكس على نفس المستوى والتراكس دي تخدم بعضها؟ يعني هل دي جولز من الجولز اللي موجودة في روت؟ بمعنى ايوه أنا دلوقتي مثلا عندنا تراك الفرونت إند وتراك اليو أي يو إكس، هل مثلا فكرت مرة فكرة إن التراكس دي تخدم بعض؟ بمعنى إن ده يطلع منه مثلا زي ديزاين يبتدي يتكلم فيه الناحية التانية الويب يتابع بيه، ولا انت حابب تفصل كل التراكس عن بعضها؟ طيب، الاول ازاي بنحاول يبقى عندنا مينيموم اوف كواليتي في كل تراك مش بنقل عنها؟ احنا عندنا في روت لكل تراك فيه هيد من التراك ده. في الفرونت اند فيه هيد، في الباك اند كل التراكس المختلفه بتاعته، يعني هتلاقي فيه هيد للنود، فيه هيد للدوت نت، فيه هيد للبي اتش بي، فيه هيد للفلاتر، فيه هيد للاندرويد، فيه هيد للكورس بتاع البيزكس وهكذا. الهيد ده بيبقى شخص هو اكتر حد عنده اكسبيرينس في التراك ده، بيبقى شخص اشتغل في شركات كتير وعلى سكيل كبير من المشاريع ودرس عدد سنين كبيره جدا. فالشخص دوت هو اللي بشكل او باخر بيساهم في الكونتنت، وهو اللي بيحاول على قد ما يقدر يفولو اب مع المحاضرين او الانستراكتورز او كل الناس اللي شغاله تكنيكال في التراك دوت او في القسم دوت. اوكي؟ فاختيارنا المناسب للهيد ده بيؤدي بعد كده ان احنا بيبقى اكيد عندنا خلاص اكيد احنا عارفين ان صح. الكواليتي بتاع التراك دوت هتكون صح. مناسبه. وعشان كده يعني انا دايما وجهه نظري كبزنس بقى، ان تعيين الاشخاص او ان احنا نحط كل شخص في مكانه المناسب ده اهم حاجه في البيزنس بشكل عام. اكيد. وعشان كده عمليه التوظيف دي بتعملها صعبه جدا، وعمليه اختيار المهام بعد كده ان الشخص دوت هو اللي بيبقى مسؤول عن ده، يعني هي اللي بعد كده بيتبني عليها كل حاجه. هل احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي التراكس سبورت بعض؟ عشان اكون صريح معاك، لحد دلوقتي احنا مش بنعمل ده كومبليتلي بنسبه 100%. لكن مثلا الاي بي ايز اللي بتخرج من الباك اند هي اللي بنستخدمها في الفرونت، سواء بنستخدمها في الفرونت في الويب او بنستخدمها في الفرونت بتاع الموبيل، في الاخر هي الاي بي ايز اللي بتخرج منها اللي بنستخدمها. اليو اكس، او ممكن بعد كده نخلي اليو اي اللي يو اكس بيخرج من بالظبط. التراك بتاع اليو اكس هو دوت اللي نعمله امبلمنتيشن في الفرونت اند. بس ما شاء الله. هل في تراكس جديده هتدخل روت قريب؟ احنا دلوقتي هو ظبطنا الكونتنت بتاع الديف اوبس، قريب جدا جدا هتلاقي في تراك ديف اوبس فلوت، ويعني يا رب كده يا رب تكون معلومه حصريه يعني. ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا ديف اوبس من اهم التراكس المطلوبه دلوقتي في السوق اساسا، وتقريبا ما فيش حد كتير في مصر بيقدم كونتنت زي ده، فان شاء الله يكون على نفس المستوى بتاع باقي تراكس فلوت. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. طيب الفيدباكس، اوكي، الفيدباكس هي مقياس نجاح روت بالنسبه لك، ولا في اكتر من عامل لمقياس نجاح روت؟ بص، الفيدباك مهم جدا، وعلشان كده احنا عندنا تيم كامل مخصص للفيدباك، وتقريبا مفيش جروب فروت في اي تراك معين الا ما في حد بيكلم اشخاص من الجروب دوت بشكل عشوائي كل اسبوع علشان ناخد منهم فيدباك. غير ان احنا دايما عندنا فورم فيدباك في الديسكريبشن بتاع كل جروب بيتحط، ودايما مع الوقت بنفكر الناس خلال فتره الدبلومه ان هم لازم يملوا الفيدباك. فاكيد الفيدباك
هو انديكيتور مهم جدا جدا على اساسه نقدر نقرر حاجه كتير، بس مش هو كل حاجه. فدايما احنا بنحاول نفاليديت الفيدباك، يعني احنا جاي لنا فيدباك عايزين نعرف بقى الفيدباك ده فاليد ولا في مشكله، سواء بالسلب او بالايجاب. لكن طبعا الفيدباك هي من اهم العوامل اللي بتفرق في اي مؤسسه بشكل عام. سؤال كده صعباني شويه، لو احنا جينا قلنا باشمهندس احمد هيفتح روت النهارده، اوكي ايه النصيحه ايه النصيحه اللي هتقولها لنفسك وانت بتفتح روت؟ ان انا اتقي ربنا على قد ما اقدر في كل خطوه كده، يعني ما شاء الله اعتقد ده موجود يعني. لا بس يعني دي اهم حاجه، يعني انا هفتح روت، انا مش فاتح روت ولسه هبدا روت، لسه هبتدي خالص فروم سكراتش، ان انا كل خطوه وكل قرار اخده يكون قدامي ربنا قبل اي حاجه. يعني ربنا يوفق يعني حضرتك بجد، يعني روت من احسن الاماكن الموجوده حاليا في الكورسز، وده دل على شيء يدل ان اوريدي البنيه التحتيه بتاعتها زي ما بيقولوا كده حاجه كويسه. يا رب ربنا يوفقك في اللي جاي يا رب. يا رب.